بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كل إنسان اتعرض لأزمة، كرب أو مرض أو بلاء، ربنا أمره يسعى وياخد بأسباب الفرج والشفاء. أصل الأمل دايما في ربنا، عمره ما ينقطع، في رحمته السر والرجاء. زي ما دعا سيدنا أيوب ربه لما اشتد مرضه وشفاه ربه وكشف عنه البلاء، هو ده السر في الدعاء، دعاء الأنبياء. يا ترى إزاي ربنا كشف البلاء عن سيدنا أيوب وأسرار شفائه كانت إيه؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أستاذة لميا، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. بنسمعها كلمة مجازا تتقال كده من بعض الناس، ده أنا صابر صبر أيوب، يا صبر أيوب، أو ده أنت صبرت صبر أيوب. الصبر اللي هو يعني إيه، مفيش حد في الدنيا يقدر يتحمله. كان إيه صبر سيدنا أيوب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد. أستاذة لميا، سيدنا أيوب من الأنبياء اللي صبرت كتير، وزي ما حضرتك تفضلتي إحنا عندنا كلمة مشهورة بنقول يا صبر أيوب. ليه الحكاية دي وليه اتعرف عن سيدنا أيوب الجملة دي؟ علشان فعلا بجد هو صبر. طيب عايزين نعرف قصته كده بسرعة، ايه الموضوع بدأ معاه ازاي؟ سيدنا أيوب عاش طبعا هو نبي من الأنبياء، عاش 80 سنة 50 سنة حضرتك في نعم. أول 50 سنة في حياته، حياته مستقرة تماما، يعني ما بدأش باختبار أو بامتحان، لأ ده أول 50 سنة في حياة سيدنا أيوب حياة خير. مستقرة كلها خير. شوفي بقى زوجته جميلة ووفية وبنت ناس وحاجة فل الفل، مريحة 100 فل و14. أولاده حضرتك ربنا اداله الولد والبنت، عنده 14 ولد وبنت ما شاء الله تبارك الله. تعالي حضرتك بالنسبة للأراضي والزراعة، كان سيدنا أيوب ربنا اداله حديقتين كبار جدا، أرض واسعة جدا على قطعتين. عارفة دلوقتي حضرتك لما بنقول ده فلان عنده عزبة، أيوة. سيدنا أيوب حضرتك ربنا اداله بقى مساحتين كبار، عزبتين، واحدة يزرعها شعير وواحدة يزرعها قمح. ده كان كمان مش عنده شغال واحد، مش واحد بس بيشتغل عنده ولا اتنين ولا تلاتة، كان عنده 100 فرد من العبيد، 100 واحد شغالين كده تحت ايد سيدنا أيوب يعني عليه كل السلام. كل نعم الدنيا، كل نعم الدنيا، أصحاب وفلوس، كل متع الدنيا موجودة. 50 سنة، المفاجأة بقى أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر نبيه أيوب. ربنا خد كل ده، كل ده في لحظة. علشان كده في درس هنا مهم جدا، مهما ربنا سبحانه وتعالى ادالك من الخير والفضل، خلي بالك انت مختبر طبعا، انت مبتلى، انت ممتحن. اوعى تفتكر ان لو ربنا ادالك يبقى راضي عنك، وما ادالكش يبقى زعلان منك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ده كده ربنا راضي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، العيشة يعني ماشي على القد، فيقول ربي أهانن، ربنا قال كلا. الفهم ده غلط، مش معنى أن ربنا ادالك يبقى راضي، ومش معنى أنه أخذ منك يبقى غضبان عليك. كلها اختبارات، كل الخير سواء اختبار، كان ربنا ادالك او منع عنك بالزبط. فالاثنين اختبار، العطاء اختبار والمنع برضو اختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بعد 50 سنة ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الأمة كلها درس في شخص سيدنا أيوب، درس الصبر. في دروس كتير مستفادة بالضبط. الامتحان الأول ربنا سبحانه وتعالى سلب منه، ربنا يحفظنا ويحفظك ويحفظ السادة المشاهدين، سلب منه صحته.
بعد ما كان سيدنا أيوب 50 سنة ما دخلتش برشامة بقه، ما راحش للدكتور، ما قالش آي 50 سنة، فجأة أصابه الله بمرض بعيد عنك بقى قعيد. الأولاد ال 14 ماتوا، كل الناس اللي حواليه بعدوا عنه، كل ابتلاء منهم يهد جبل طبعا. ده لو حد بس حصل عنده فقد الابن واحد، ربنا ما يكتبها على حد، يفضل كده مكسور طول الحياة طبعا. حضرتك سيدنا أيوب يفقد، عايزكم يا حضرات تعيشوا معايا المعنى ده، حالة سيدنا أيوب بعد ما كان عنده كل الخير ده وفجأة مفيش ولا حاجة. ارحموا عزيزة قوم ذل. ففقد الأولاد وفقد صحته، ولدرجة احنا قلنا عنده 100 واحد كانوا بيشتغلوا عنده من العبيد. بدأت زوجته تبيع كل يوم عبيد علشان واحد من العبيد عشان تجيب أكل وشرب، ما هو مفيش. الحديقتين نزل عليهم باظوا، الزرع مش طالع مش نافع. الموضوع احنا نشوف ده بقى غضب من ربنا سبحانه إطلاقا. وتعالى. الموضوع استمر قد ايه؟ الابتلاء بتاع سيدنا أيوب قعد شهر اتنين تلاتة، قعد 18 سنة. احنا دلوقتي يعني لو العملية دقت معانا شو يقولك ده انا بقالي شهرين باب الرزق مقفول، بقالي شهرين، ويفضل يولول سيدنا أيوب يا حضرات 18 سنة. وده درس، وهيجي الفرج كده كده، فرج ربنا جاي. بس حضرتك مع الابتلاء سواء كان في صحة، سواء كان في مال، سواء كان في ولد، سواء كان في شغل، سواء كان في وظيفة، سواء كان في تأخير زواج، مع الاختبار والابتلاء أصبر أصبر، وهيجي الفرج. وربنا سبحانه وتعالى وعد بهذا، ووعد الله لا يخلف. العبادة الوحيدة اللي تذكر يا فندم 90 مرة في القرآن عبادة الصبر، لكل اللي تأخر جوازها، لكل اللي عنده مشكلة صحية. ده دلوقتي يقول لك ده بعيد عنك، ده عنده السرطان، ده بعيد عن ده، ربنا يلطف بيه، مفيش أمل. مين قالك مفيش أمل؟ سيدنا أيوب 18 سنة ويأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج، وهنعرف في آخر القصة. العبادة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكرها في القرآن يقول بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وربنا يقول يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، يعني انتوا اصبروا وكمان صبروا الناس، صبروا اللي عنده مشكلة، قولوا له اصبر والخير جاي وفرج ربنا قادم. فسيدنا أيوب فقد كل ده، لا شهر ولا اتنين، 18 سنة في الاختبار، لا في صحة ولا في فلوس ولا في أكل ولا في شرب. تعمل ايه؟ ولاده، تخيلي بيت حضرتك في 14 ولد ومسؤول، وفجأة خلي على سيدنا أيوب وزوجته. تعمل ايه مرات سيدنا ايوب الزوجه الوفيه بقى؟ ما خدتوش لحم ورميته عظم زي ما بيقولوا، ده قررت انها تنزل تشتغل. نزلت اشتغلت، مرات نبي. يا حضرات انا بكلمكم على نبي من الانبياء، يبقى انت دلوقتي ما تجيش تقول ربنا غضبان عليا، اهو نبي اهو، ومحدش قال ان ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه. مرات سيدنا ايوب نزلت تشتغل، شويه شويه شويه، فالناس شكت، قالت مرات نبي وبتشتغل، وهو بعدين هو قعيد، ما ممكن يكون عنده مرض معدي وهي تاخد منه المرض وتنقله لنا، فما رضيش يشغلوه، بناقص تشتغل عندنا. كل الناس ابتعدت، كل الناس ابتعدت. ربنا سبحانه وتعالى بيقفل كل الابواب ليه؟ عشان نقف على بابه هو بس. اعرف كده كويس جدا لما تلاقي الابواب كلها اتقفلت، كلها، لا أب واقف جنبك ولا أم واقفة جنبك ولا صاحب واقف جنبك ولا في الشغل واقفين جنبك، أعرف أن الله سبحانه وتعالى أغلق أمامك أبواب البشر حتى تقف على باب الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. استأذنك ناخد التليفون. أم ملك، أم ملك اتفضلي. ألو أم ملك، طب حاولي تكلمينا مرة تانية. اتفضلي فضيلة الشيخ. بدأت مرحلة الاختبار، فقد كل حاجة، مراته نزلت تشتغل، الناس وقفوا بقى، قالوا لو ربما يكون عنده مرض معدي ولا حاجة منعه كمان مراته تشتغل. طيب هي شوية بدأت تتعب، فقالت له يا أيوب، ما هي بشر برضو طبعا، 18 سنة بترعى زوجها، 18 سنة ما فيش أولاد، 18 سنة كل كان الخير اللي عندها راح، كله راح. يا جماعة اصبروا، يا جماعة اسمعوا بقلبكم وشوفوا فرج ربنا بعد 18 سنة عذاب.
تيجي مراته تقول له يا أيوب مش أنت نبي؟ قال لها آه. يعني دعوتك مجابة؟ ادعي ربنا. قال لها آه. قالت له طب ما تدعي ربنا يشيل عننا اللي احنا فيه. قال ويحك يا امرأة، ويحك، أتريدين أن يغضب الله علي؟ أنت معترضة على قضاء ربنا رغم أن الدعاء مشروع. وبعدين قال جملة هنحتاجها في آخر الحلقة. قال لها إيه؟ قال لها والله لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. بقى أنت معترضة على قضاء ربنا لأن اللي كاتبه ربنا هو الخير. بس هنا لازم نقول حاجة فضيلة الشيخ، هل هنا الدعاء يبقى فيه اعتراض؟ إطلاقا. هو تأدب سيدنا أيوب مع ربنا، مش عايز حتى يدعي. يا رب أنت كتبت عليا ده، أنت عايزني بالحالة دي، أنا راضي، أنا راضي. مجرد الدعاء، وكان ده أدب الأنبياء وأدب الجم من سيدنا أيوب. لذلك لما أصرت عليه في الدعاء بعد شوية بقى خلاص مش عايز تدعي براحتك، مش لاقي أكل ولا شرب، اشتد الموضوع أشد وأكتر. إزاي بقى؟ خرجت باعت حضرتك الخصلة بتاعت شعرها علشان تجيب أكل. رجعت قال لها جبت الأكل ده منين؟ مرضتش تقول. مرة اتنين تلاتة قالت له بعت الخصلة بتاعت شعري. ياه للدرجة دي؟ هنا سيدنا أيوب دعا ربنا، هنا طلب الدعاء بقى. قال إيه؟ تخيلي بقى الأدب اللي حضرتك بقى بتكلمي عنه في الدعاء. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. شايف حضرتك الأدب في الدعاء؟ ما قالوش أنت عملت فيا وسويت، وأنا ما عملتش تحتك وأنا حاجة تعبت، وتعبتني 18 سنة وعيالي وخدتهم. أبدا إطلاقا. قال ربي إني مسني الضر، مش أنت اللي مسيتني بالضر، ده مسني أنا. ما قالوش مسستني بالضر، أنت أمرضتني، ده قال له مسني الضر. زي دعاء سيدنا إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. ما قالش أمرضني، قال أنا اللي تعبت، وإذا مرضت فهو يشفين. أدب جم في الدعاء. فسيدنا أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا ربنا أن يكشف عنه الاختبار والابتلاء اللي بقاله 18 سنة. سيدنا أيوب كان وهو رايح عزاك الله يقضي حاجته كان بيسند على مراته، سند عليها، فالحد ما توصلوا كده لحد الخلاء، ولما يخلص بتستلمه تاني. دخل سيدنا أيوب الخلاء، وهنا المفاجأة، هنا الفرج بقى. جه فرج ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب في الخلاء وإذا به يسمع مناد ينادي عليه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اضرب الأرض برجلك. درس مهم جدا في الأخذ بالأسباب. ربنا قرر أنه يرفع الابتلاء والاختبار عن سيدنا أيوب عليه السلام. طب قبل ما نقول الدرس ناخد التليفون. مدام دينا. ألو. أهلا وسهلا، اتفضلي. أنا مبسوطة جدا أتكلم حضرتك، بس هستأذنك إن الشيخ يجاوب عليا في التليفون عشان النور عندي أوقع. ممكن؟ حاضر. أنا حاضر. أمي قعدت مريضة بالكانسر 11 سنة. عندك كم سنة يا دينا؟ بقالها قعدت 11. أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 20. طيب اتفضلي. فهي قعدت 11 سنة تعبانة، وكانت بتدعي وكانت صابرة جدا وعمرها ما شفتها. كانت إيه؟ كانت صابرة جدا وكانت محتفظة، كانت بتصلي وبتصوم. فهي جت، هي توفت الشهر ده الله يرحمها. فأنا بقول ربنا ما تجيبلهاش في الدنيا ضاعها، فأنا عايزة أعرف مكانتها إيه في الآخرة وصبرها. بس عايزة أسأل الشيخ على حاجة، هي جت في آخر شهر كانت بتتوه وما كانش عقلها يعني إيه أحسن حاجة، فهي ما كانتش بتصلي طول عمرها بتصلي، بس آخر شهر ما كانتش بتعرف تصلي. فأنا مش عارفة بقى هو ربنا يغفر لها ولا إيه. طيب خليكي معانا عشان تسمعي رأي فضيلة الشيخ. ربنا يرحمها يا رب، ويجعل تعبها ومرضها في ميزان حسناتها ويصبرك يا رب. اتفضلي فضيلة الشيخ. هو طبعا يعني نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. بالنسبة لموضوع الصلاة طبعا هو معفو عنها، وربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن ليس على المريض حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مدام هي لا تستطيع الصلاة، بتقول إنها كانت تقريبا زي مغيبة أو شيء غير مش في وعيها، فتسقط عنها الصلاة. ربنا يغفر لها ويرحمها. مسألة هي كان عندها كانسر. عايز أقول لحضرتك إن الشوكة
اللي احنا بنتشاكها في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا عليها أجر وثواب. فما تقلقيش على مامة حضرتك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس مهم جدا، ودي رسالة لأصحاب الأمراض، رسالة للناس اللي نايمة في المستشفيات دلوقتي. والله الله سبحانه وتعالى معكم ويحوطكم بعنايته وبرحمته وبلطفه. ده ربنا بيعاتب الأصحاء في المرضى، بيقول له عبدي مرضت مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال عبدي فلان مرض، لي عبد في المستشفى بيعمل عملية دلوقتي زرته. مجروح دلوقتي، مع أنه لي دعوة مستجابة. بالضبط. أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ يعني ربنا بجوار المريض يسمع كلامه ويسمع دعاءه. وبعض الروايات يا فندم بتقول أن المريض وهو بيتوجع على السرير وبيقول آه من كل قلبه، الله يقول للملائكة عبدي يقول آه اكتبوها الله حتى يأتيني فأوفيه إياها. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أصحاب المرض في الدنيا لما احنا ثوابت مكانة كبيرة. بالضبط. يوم القيامة نشوف الأجر بتاعهم. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أهل العافية ألو عادوا إلى الدنيا وقرضت أجسادهم بالمقاريض عندما يرون عوض الله لأهل المرض. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. يا حضرتك يا سلام. الحمد لله بخير، أهلا بيكي. بحب حضرتك جدا والله. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك يا رب. اتفضلي. لو سمحتي عايزة أسأل فضيلة الشيخ سؤال. اتفضلي. اتفضلي مع حضرتك. دلوقتي ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله بخير، تسلمي. لو سمحت حضرتك، وانا دلوقتي بعين فلوس من ورا جوزي. دلوقتي ايه؟ بعين فلوس من ورا جوزي. لا مش سامع. لا مش سامعاكي. بتشيلي فلوس من ورا جوزك؟ اه. وبس بعينهم لوقتي زنب. لا انا مش سامعة، بتعملي ايه؟ الو؟ بتقولي بتشيلي فلوس من ورا جوزك. اه. اه عشان ايه؟ عشان عايزه، احنا الحال بتاعنا الحمد لله يعني ضيق شويه. فانا بحوش، ولو اتزنق ولا حاجه بديله الفلوس دي. يعني انت بتاخدي فلوس عشان توفري جزء لوقت الزنقه لما يحتاجه يلاقيه. صح؟ بس اه حضرتك. طيب الفلوس اللي بتاخديها دي بتاخديها من المصروف اللي بيديهولك ولا بتاخديها من فلوس معاه؟ لا من فلوس معاه. تمام. هل ده حرام عليا؟ بس انا بشيل الفلوس ده الوقت جنب. حاضر. طيب ناخد ام كيان. ام كيان اتفضلي. الو؟ الو؟ اتفضلي، اهلا بيكي. ازي حضرتك استاذه ميادة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. انا كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه بس. اتفضلي. اتفضلي حضرتك. انا عندي بنت عندها سنه ونص. انا ببقى على طول مش يعني على طول ببقى قاعده ومفيش اي حاجه، وفجاه بيجي لي احساس ان هي بتروح مني، ان هي لا قدر الله يعني بيحصل لها حاجه، وعلى طول الاحساس ده بيجي لي، ومش هي بس، اي حد بحبه انا، اي اهلي مامتي بقى بابايا اي حد، على طول بيجي لي الاحساس ده. انت عندك اولاد غيرها؟ لا لا. طب في اي حدث حصل عندك، حد قريب منك راح منك اتوفى؟ يعني العادي، بس ده من زمان ومن قبل ما اتجوز، انا على طول بيجي لي الاحساس ده، ببقى قاعده ومفيش اي حاجه، وفجاه يجي لي الاحساس ده ان انا بفقد اهلي، مش عارفه، بس على طول بيجي لي الاحساس ده. طب انت رحتي لاي دكتور؟ ما سألتش في الموضوع ده، بس معايا من زمان، وانا كنت بقول مثلا وسوسه شيطان مثلا، لساعات ما كنتش بنتظم في الصلاه، بس حتى وانا بنتظم في الصلاه. طب انت لما بيجي لك الفكره بتعملي حاجه؟
بقول تاخد بالي من الشرايين، لا يا ربي لا لا يا رب والنبي يا رب ما يحصليش كده، لا يا رب ما تروحش مني كده. هي دي افكار بتجيلك تجاه الاشخاص القريبين منك ان انت هتفقديهم. في اي حاجه تانية بتحصلك؟ في اي افكار تانية بتيجي في دماغك؟ لا هي الافكار دي بس. حتى مثلا لو برن على جوزي وما ردش، يعني يا ربي يا ربي يكون بخير، تحطي السيئه على طول انه حصل له حاجه، انه ما بيردش، لا قدر الله في مشكله في حتى لو قاعدين جنبي وحواليا برضه ببقى حاسه ان الاحساس ده. طيب حاضر حاضر، تابعينا يا ام كيان. طيب نجاوب ام منى بقى الاول. دلوقتي هي بتشيل فلوس مش من المصروف اللي بيديه لها، هي بتاخد من وراه من فلوسه الخاصه بيه، بتقول ان هي بتحوشها علشان خاطر لو حصل اي زنقه تديها له. عليها حرمانيه؟ لا يجوز. انها تشيل فلوس من ورا جوزها لا يجوز، خاصه انه كمان مش من مصروف البيت، ده من فلوسه الخاصه، وده هيوصلنا لمراحل تانية مش حلوه. خلاص هي خدت فلوس، هو هيجي مع الوقت هيكتشف ان الفلوس دي قلت، مش هيفهم ساعتها، مش هيفهم اللي انت بتقوليه بقى ده خالص. بالظبط، مش هيفهم بقى. يلا بقى يلا تعالي برري انك انت والله خدتي المبلغ ده علشان لما انت تتزني انا مش عارفه اتصرف فيه ازاي. فاحنا نقفل الباب قولا واحدا، ما ينفعش تاخدي فلوس من ورا جوزك من فلوسه الخاصه الا بعلمه. انت بقى حضرتك خايفه من الزنقه وخايفه من الزمن اللي جاي، يبقى نتفق تعالى حضرتك اديني كل شهر 1000 جنيه، انت بقى غير مسؤول عنها، دي هنخليها للزنقه، ويبقى في اتفاق بين الطرفين، ندخل جمعيه او زود مصروف البيت شويه والجزء الزياده ده هو ده اللي انت هتشيليه، بس بيبقى بالاتفاق بينهم وبين بعض. يبقى في اتفاق. احنا طبعا عندنا روايه ممكن بعض الناس تعتمد عليها وتستخدمها في غير موضعها، بس دي في حاله ان الزوج يكون بخيل وغير مكفي. الزوج بخيل وما بيصرفش على البيت ومعاه ومجوعها ومش ملبسها ومش موديها للدكتور، مش شايف شؤونها، تاخد على قدر اللي هي محتاجاه. ان ابا سفيان رجل شحيح، فماذا افعل يا رسول الله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، من غير زياده اطلاقا. فاحنا نقفل الباب ونقول يا حضرات ما ينفعش الزوجه تاخد فلوس من ورا زوجها ومن ماله الخاص الا بعلمه. حاطط خايفه على الزمن، يبقى باتفاق بجمعيه باي طريقه غير انك تاخدي فلوس من وراه. طيب ام كيان هنجاوبك، بس ناخد مدام الهام. مدام الهام اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بشكركم جدا على البرنامج، والحقيقه يعني بنستفيد كتير. الحمد لله الحمد لله. عايزه اسال فضيله الشيخ، اتفضلي، هل الأضحية الأفضل ولا إن أنا أساعد في منزل مثلا؟ تساعدي في إيه؟ تسقيف أو مرض أو أي حاجات من إنها تشارك في أي أعمال خير أخرى. تمام. السؤال الثاني، في حديث بيقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام مر على حد وكان بيذكر الله، فقال له لو قلت الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء إلى آخر الحديث، أيهم أفضل؟ إن أنا أذكر الحاجات مثلا 100 و1000 وبتاع، ولا اقول الحديث اللي الرسول قال عليه في الذكر ده كله؟ يا ريت حضرتك، السؤال ده مهم بالنسبه لي قوي. حاضر حاضر. والف الف شكر ليك، نورتينا يا مدام الهام. طيب ام كيان عندها حاله خوف على كل حد قريب منها، بيجي لها افكار انها هتفقد حتى الاشخاص اللي قاعدين وموجودين معاها في المكان. اعتقد انه دي بتبقى شويه داخل فيها حاجه نفسية. هي حاجه نفسي، وسهل جدا اننا نعالجها. يعني هي بس تحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عندها نظره دايما، نظره تفاؤل، نظره خير، نظره ان ربنا سبحانه وتعالى معانا وهيكرمنا وهيسترنا وهينصرنا، واحنا ما فيش اي حاجه بتيجي من ربنا غير كل خير. فهي محتاجه نفسيا تشتغل على العامل ده، ان ربنا سبحانه وتعالى كريم وعمره ما هيضمنا ابدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما تحس هي باي قلق، واي حد يا حضرات يحس بقلق، يحس بتوتر، يعني الامور معاه كده مش متظبطه رايحه جايه، يبقى يلجا الى الله سبحانه وتعالى، يقول رب اشرح لي صدري. حط ايدك على صدرك كده وقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، وقول كمان ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويقول فيه شفاء للناس. ايات شرح الصدر، الايات التي تبعث الطمأنينة
في القلب والسكينة في الفؤاد والروح، ساعتها سيذهب عنها هذا وسيذول عنها هذا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء جميل جدا، إننا لما نبقى خايفين من حاجة ومهمومين وفي حالة حزن، حالة ضيقة، حالة اكتئاب، بسرعة ربنا سبحانه وتعالى مجرد ما تقول هذا الدعاء يبدله لك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. بالضبط، مجرد ما نقول هذا الدعاء يصرف الله عنك الهم والقلق والحزن والغم والضيق، ويبدله في الحال والتو إلى فرح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب مدام إلهام بقى، هي بتسأل على الأضحية، الأفضل إيه؟ إن هي بتقول الأفضل إني أضحي ولا إني أساهم مثلا في بناء بيت، في سقف بيت، في مسجد، في دار، في أي شيء من أعمال الخير الأخرى؟ أعتقد إنه ده حاجة وده حاجة. بالضبط، لأن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل فيها إراقة الدماء. فإحنا هنا هنقول لا، يعني حضرتك ضحي، ولو عندك فضل من المال، عندك زيادة من المال، مفيش مانع أنك حضرتك تساهمي في أبواب الخير التانية. لكن لو أنا دلوقتي في هذا الوقت وفي هذا التوقيت وأنا داخل على الأضحية، هنقرر أضحية ولا عمل من اعمال الخير، ما هو رايح للفقراء برضو. أيه. ما هو الاضحيه ما هو برضو رايح للفقراء، اضافه الى ان انا اقمت شعيره من شعائر الدين وشعيره من شعائر الاسلام وارقت الدماء واخذت الاجر برضو كذلك. تمام. طيب هي بتسال عن الحديث بتاع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما مر على حد. انا هقول لحضرتك بقى قصه الحديث. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقعد في المسجد لحد الشروق، وعمل الأذكار بتاعته كده وخلص الشروق وصلى الضحى وروح، لقى زوجته ستنا أم سلمة لسه قاعدة بتذكر. فالموضوع بقى طويل، لسه عندها 1000 صلاة اللهم صل على سيدنا محمد وقت طويل، 100 مرة سبحان الله وبحمده وقت طويل، لا إله إلا الله وقت طويل، وهكذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشفى كده بتعاني من هذا العدد، بتعد لسه بتعد، ما كانش في بقى دلوقتي المسبحه الالكترونيه. أيوة. في انواع واشكال، ما كانش في السهوله بتاعت دلوقتي بالظبط علشان نقدر نحدد الذكر اللي انا قلته قد ايه. فلقى ستنا ام سلمة عامله ازاي، عامله حضرتك حفرتين وجايبه 100 نوايا، النوى بتاع البلح اعزكم الله، وحاطه ال 100 نوايا كده، دول كام؟ 100. بتعد يعني عليهم، بتعد عليهم، يعني العدد كده 100. فتاخد كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف قد ايه هي بتتعب علشان تعد العدد ده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلك على ما هو ايسر من ذلك؟ قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الارض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق. يبقى دي كانت طريقه ميسره حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لستنا أم سلمة. طيب إحنا نعمل إيه؟ مفيش مانع إن حضرتك تقولي زي ما وصى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ستنا أم سلمة، بس برضو ما يمنعش إطلاقا، لأن إحنا عندنا أذكار محددة بعدد، أذكار من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، في الحالة دي لازم تقوليها كم؟ 100. في حاجات التي نص عليها. لا، دلوقتي بقى الموضوع ميسر سهل، وسهل سهل. ده احنا لما بنمسك السبحة في ايدينا وبنسبح واحنا في طريقنا او احنا في اي مكان، بنعدي كمان 100. بالظبط. وبعدين في حاجة تانية، يعني الذكر مش شرط يكون ان انا لازم قاعدة ومتوضية والسبحة والسجادة، ده احنا عندنا الذكر ينفع باللسان وينفع بالقلب ينفع بالخاطر، يعني ويا سلام لو تجمع كل ده بقى، أنت بتذكر بلسانك وبقلبك وفي كامل الخشوع. فما فيش مانع إطلاقا أننا نقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء زي ما حضرتها تفضلت في الحديث، لكن الأفضل في الأحاديث التي نص عليها عدد معين أن نلتزم بالعدد. طب احنا عايزين نبقى نعمل حلقة بقى عن الأذكار بالأعداد بتاعتها، أوي عشان أوي. نبقى عارفين كمان يعني فايدة وقيمة الذكر بعدد معين زي ما حضرتك بتقول كده 100 مرة. أنا. طيب نرجع بقى لسيدنا أيوب، وكانت اللحظة الحاسمة ويعني الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى في لحظة محددة بعد 18 سنة. بعد 18 سنة يجي الفرج. يعني أصبر ورزقك جاي، أصبر والشفاء هيجي، أصبر وهتتجوزي،
اصبروا، وهكذا الصبر هو مفتاح الفرج. بعد 18 سنة أراد الله أن يشفي نبيه أيوب وأن يكشف عنه كل هذا الاختبار. جاله الوحي من ربنا، اركض برجلك. يعني ايه اركض برجلك؟ اضرب الأرض برجلك. طب ده واحد تعبان، ده واحد مشلول، بس لازم ناخد بالأسباب. تقولش خلاص هي خلصت مفيش أمل، لازم تروح للدكتور، لازم تنزل، لازم تجرب دواء واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، تاخد بالسبب. ده ستنا بتولد وربنا يقول لها هزي إليك بجذع النخلة. يعني ست بتولد في المخاض وتقول لها هزي، مش ده هزي جذع نخلة. وأمر ربنا سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الشخص قادر على ده. لازم بالضبط، لولا أن الله يعلم أنك قادر على الأخذ بالأسباب مش هيأمرك بيه. بالضبط. بالفعل سيدنا أيوب ضرب الأرض برجله، إيه اللي حصل؟ نبع من تحت الأرض ماء، طلعت عين مية. ايه ده يعني الميه ما نبعتش من تحت رجل سيدنا اسماعيل بس؟ لا، ده من كمان من تحت رجل سيدنا ايوب. ربنا يقول له ايه بقى؟ هذا مغتسل بارد وشراب. الميه دي هتعمل بها حاجتين، مغتسل يعني هتغتسل تستحمى بيها، وشراب يعني ايه؟ تشرب منها. تشرب منها. العلماء قالوا ليه؟ قالوا ليغتسل حتى يشفى من كل الامراض الظاهره، ويشرب حتى يشفى من كل الأمراض الباطنة، فجمع الله له بين شفاء الظاهر والباطن. شرب سيدنا أيوب المية واغتسل بيها، طلع شخص تاني. سبحان امراته واقفة مستنياه، شافت ان سيدنا أيوب اتأخر، ما هو دخل بغير الشكل اللي خرج بيه، خرج بغير الشكل اللي دخل بيه. فهي بتسأله يا هذا ما شفتش الراجل اللي دخل من شوية؟ فقال لها مين؟ قالت له أيوب، أيوب النبي المبتلى. فقال لها أنا أيوب. معقول قال لها أنا أيوب؟ طبعا فرحت بفرج الله سبحانه وتعالى، وأن شفى الله سبحانه وتعالى نبيه أيوب، وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. وربنا قال فكشفنا ضره وآتيناه أهله ومثلهم معه. امراته رجعت صبية تاني، وهو رجع صبي تاني، وخلفوا، كان عندهم 14، ربنا ادهم 28 ولد وبنت. المكافأة على الصبر. وكافأهم الله سبحانه وتعالى على أنه صبر، فكشف الله سبحانه وتعالى ضره وبلاءه عن سيدنا أيوب. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كان دعاء سيدنا أيوب في عز الأزمات. احنا هندعي بإيه النهاردة؟ ندعي بقى لحبايبنا المرضى. اتفضل. دعاء للمرضى، إني داع فأمنه. اللهم إني أسألك لمرضانا العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا رب العالمين. اللهم إن مرضانا لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فاللهم حولهم إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم إن مرضانا لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فاللهم حولهم إلى أحسن حال. اللهم امسح على مرضانا بيمينك الشافية العافية، واجمع لهم بين الأجر والعافية يا رب العالمين. اللهم كما شفيت نبيك أيوب، من على مرضانا بالشفاء والعافية يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليها أفضل الصلاة والسلام. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك وشوفك على خير إن شاء الله. ربنا يعز حضرتك. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا عليك في كل أحوالي. أبواب الخير ومصارف الزكاة وصدقات ربنا أنعم بيها على كل إنسان عشان يطهر بيها رزقه ويبارك له في حياته وفي أولاده. الصدقة اللي أنت بتقدمها هي نعمة من ربنا عشان يحصنك من المخاطر ويبعد عنك كل بلاء. كمان صدقتك دي استثمار عند ربنا هتشوف نتيجته أضعاف مضاعفة في الدنيا
وكمان في الآخرة. خلونا نتكلم عن أعمال خير مع الدكتور عبد السلام عبد المنصف من علماء الأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضلت الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بك. دايما نقول أنه أعمال الخير كلها ليها أجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن في بعض الناس تسأل إيه أفضل الصدقات اللي أنا ممكن أقدمها؟ إيه أفضل حاجة أقدر إن أنا أشارك فيها؟ إيه أكتر حاجة ممكن أخد عليها أجر وثواب؟ جميل. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفاء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، في الحقيقة حضرتك ذكرتي أكثر من سؤال. الأسئلة دي كلها بتدور حول مسألة التصدق، فكرة المسارعة في فعل الخيرات. إيه أفضل صدقة ممكن أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب أيهما أولى، هل أعمل كذا ولا أعمل كذا؟ كل ده داخل تحت دائرة التصدق والتقديم للنفس. يعني إيه التقديم للنفس؟ في البداية كده نذكر قول الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. مرتين في البداية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الآية دي لها قصة عظيمة جدا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعلوه السرور والابتسامة، طبعا قاعدين بقى في وسط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي سيدنا صلى الله عليه وسلم والصحابة مبسوطين ودخل عليه قوم من مضر من الفقراء والمحتاجين لدرجة إن هم الثياب بتاعتهم مقطعة، يظهر عليهم الفقر والاحتياج والعوز. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل هم الأمة كان مبسوط وبيضحك في وسط أصحابه. بمجرد ما شاف الناس دي عمل إيه بقى؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا بلالا أن أذن في الناس، أذن للصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الآيات. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته أن يتبرعوا وأن يساعدوا إخوانهم. إيه اللي حصل بقى؟ واحد من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار دخل بيته وأتى بسرة يعجز كفه عن حملها، سرة كده من الدنانير والذهب والفضة مش قادر يشيلها فحطها. بمجرد ما عمل كده بقية الصحابة كل واحد راح بقى جاب من بيته، اللي يجيب من تمر واللي يجيب من لحم المتاح عنده أي حاجة متاحة كله تبرع، لدرجة إن الطعام والشراب صار كالأكوام. وهنا يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. الشاهد هنا فين؟ الشاهد ان الناس دي فهمت معنى قول الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فانت النهاردة اللي بتعمله في سبيل الله سبحانه وتعالى سواء كان قليل او كثير، سواء كان أضحية أو عقيقة أو أي صدقة أو إطعام طعام أو حتى أنك تساهم في المساجد أو حتى أنك تسقي الماء، تشارك في أي عمل خير، أي شيء ليه أجر وثواب. صحيح. كل ده احنا بنسميه واتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في ذات يوم ويقول لهم حاجة جميلة جدا، بيفهمنا المثل ده بيقول لهم إيه؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال ورثه يعني مال ابنك، مال بنتك، مال مراتك، مال اختك، مال اي مكان. الوارث تظن كده ان في واحد اكبر منك سنه وانه هيموت قبلك فانت هتورثه. المال بتاعه افضل واحب اليك ولا مالك اللي بين ايديك دلوقتي؟ فالصحابه كلهم وقفوا كده وفكروا قالوا يا رسول الله ما منا من احد الا وماله
أحب إلي من مالي ورث. أنا مالي الوارث اللي أنا لسه أورثه ما أعرفش أورثه أصلا ولا لا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني الفلوس اللي انت دلوقتي هتطلعها لله سبحانه وتعالى ده مالك الحقيقي، لكن الفلوس اللي انت هتسيبها في الحقيقة ده مال الوارث اللي انت ما تعرفش هل مش هتاخدها معاك. مش هتاخدها. ما هو دايما بنقول انه اي بني ادم فينا مسافر او رايح اي مكان بياخد معاه كده احتياجاته اللي هيحتاجها في المكان ده، هي الحاجة الوحيدة اللي هناخدها معانا، لان دي اللي احنا هنحتاجها فأخرتنا، هي أعمال الخير والصدقة الجارية اللي احنا بنتصدق بيها. صدق. طب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن بيوت الله في الأرض المساجد، وقومها والقائمين عليها يدخلون تلك المساجد يوم القيامة، يعبرون بها الصراط إلى الجنة. وهنا في قرية الغرق في محافظة الفيوم جئنا لبيت من بيوت الله، بيت اختاره الله في هذا المكان ليكون بيتا له سبحانه. يتنزل الآذان يقول الله أكبر في الملأ الأعلى في السماوات حتى يصل إلى الأرض، ويدور الزمان ويدور المكان، وتظل كلمة الله أكبر تملأ الزمان والمكان في كل وقت وأذان. أيها الإخوة الأحباب، من هنا ندعوكم وندعو كل المتصدقين وكل أحباب جمعية البر والتقوى إلى مسجد البر. مسجد البر هنا في هذه القرية التي يخدم الكثير الكثير، آلاف يأتون إلى هنا ليريدون الصلاة، فأسرعوا مع هؤلاء لنبني هذا المسجد حتى يؤذن فيه للصلاة ويقال من هذا المكان الله أكبر، وتشهد لكم هذه الشهادة عند الله يوم القيامة حينما نقف جميعا أمام رب العالمين. تقبل الله سعيكم، تقبل الله صدقاتكم، تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبة واحدة في مسجد، مسمار في مسجد، ليه أجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح، وده اللي ناس كتير جدا ما تعرفوش، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة. مفحص القطاة اللي هو احنا بنسميه عش العصفور. فالعلماء لما تكلموا في الحديث ده قالوا يعني انا لو بنيت، يعني هو في مسجد يعني يتصور انه يبقى قد عش العصفور؟ قال لك لا، المراد من الحديث مش كده، المراد المبالغة حتى ولو كان صغيرا. المعنى انه المعنى نفسه ان المشاركه ولو بشيء بسيط، ولو مش بشيء لازم تبني المسجد كله. صحيح، وهو ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصده، لان احنا لو نظرنا في الحقيقه كام واحد ممكن يكون مقتدر ان هو يقوم بمسجد لوحده؟ نادر، قليل. فلو كل واحد فضل مستني ان هو بقى هيبني مسجد لوحده ويفرشه ويبني، مش هيقوم باعمال خير، مش هيتحرك. صحيح، ولكن ده من باب التيسير. احسنت يا فندم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المثل ده، يا جماعه ساعدوا باي شيء في بناء المساجد. وده اللي احنا بنقوله للساده المشاهدين، ان من ضمن المبادرات اللي بتقوم عليها جمعيه البر والتقوى المصريه جزاهم الله خيرا، فكره بناء المساجد في القرى الاكثر احتياجا. انا مش هروح ابني مسجد جنب مسجد، لا، ده انا بروح زي ما شفنا وشافوا الساده المشاهدين في التقرير، ان المسجد موجود في حته نائيه ما فيش فيها مساجد، فاحنا عايزين نقرب الناس من ربنا سبحانه وتعالى، وده برضك امر مهم جدا، انك بتختار المكان بعنايه، ان مش اي مكان وخلاص، لا، ده انا بتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالمساهمه في بناء المسجد. ومش بس كده، ده كمان في القرى الاكثر احتياجا للمساجد، فده بيدينا ثواب اعظم عند الله. ده انك بتعمل يعني بتحط الحاجه او الصدقه في المكان اللي يستحقها، المكان الصح. صحيح. وبالتالي بقى في حاجه تانية حضرتك ذكرتيها في البدايه، فكره مصارف الزكاه. ناس كتير جدا بتسال في السؤال دوت، طب انا النهارده ما بطلعش صدقات،
أنا بطلع زكاة، هل يجوز شرعا للإنسان أنه يخرج زكاة ماله في بناء المساجد أو فيما تتطلبه المساجد من تعليم من تثقيف من؟ هقول لك أيوة. مين اللي قال ده؟ هنجد أن الإمام الرازي يعني ده من كبار المفسرين، وهو ينقل في قول الله سبحانه وتعالى عندما تحدث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، قال ظاهر اللفظ بتاعه وفي سبيل الله يدخل فيها إيه؟ يدخل فيها المساجد وتعمير المساجد. يعني أنت النهاردة بقول لحضرتك لو أنت حتى مش عايز تتصدق وعندك زكاة مال أخرجها في مثل هذه الأمور يتقبلها الله سبحانه وتعالى. ظاهر اللفظ ده وفي سبيل الله يدخل فيه تعمير المساجد، وهو ما عليه الفتوى في كثير من المؤسسات الدينية في مصرنا الحبيبة. فإحنا بنقول للناس يلا تصدق أو أخرج زكاة مالك في بناء مسجد. وفي حاجة تانية برضك، المسجد مش مجرد دار إحنا بنبنيه علشان الناس تصلي بس، لا ده في كمان تحفيظ للقرآن. طبعا هو بقى بيشمل حاجات كتير جدا، وأحيانا يبقى عيادات، وأحيانا يبقى تزويج أيتام، يعني حاجات كتير أكثر من نية ممكن الإنسان ينويها بهذا العمل الصالح، إن أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببناء مسجد. لا مش بناء مسجد بس، أنت بتبني مسجد، أنت بتحفظ طفل القرآن، أنت ممكن يعملوا كمان مشروع في هذا المسجد يصرف على أيتام يصرف على فقراء. فأنت كل النيات دي ممكن تجمعها بفعل وبعمل واحد. نتكلم بقى عن الأضحية، ويمكن كان في سؤال من شوية قبل الفاصل أنه أضحي ولا أتصدق؟ جميل جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فصلي لربك وانحر، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص مسألة الأضحية يقول في الحديث الصحيح إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه في يوم النحر إراقة الدماء. إراقة الدماء الأضحية. وهنا الأضحية بقى هي دي المسألة بتاعتنا الصورة الثانية. ناس كتير جدا ممكن ما تعرفش تضحي، أنا ممكن ما أعرفش أذبح، فبعمل إيه؟ بجيب جزار. طب ما أنا ممكن ما لاقيش جزار أصلا في أول يوم أو تاني يوم أو تالت يوم، وممكن الوقت يعدي عليا. هنا بقى جمعية البر والتقوى المصرية جزاها الله خيرا بتقوم بمسألة الوكالة عنك في مسألة الأضحية. طب احنا هنا بقى السؤال بتاع حضرتك، أيهما أولى، الأضحية ولا الصدقة بتطوع؟ أي صدقة؟ أقول لك لا، في أيام العيد في الأضحية. الأضحية مقدمة فين؟ في أيام النحر، وهو ده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ليه طيب؟ لأن دي مقيدة بوقت، لكن أنت عندك طوال السنة ممكن تطعم، طوال السنة ممكن تتصدق زي ما انت عايز وباللي ربنا يقدرك عليه. صحيح. وهنا القاعدة أن المقيد يقدم على غير المقيد. احنا عندنا مقيد ومطلق. المقيد ده بمدة معينة انت بتتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال إليه، فأنت تشارك في مسألة الأضحية. طب هنا بقى سؤال تاني، هي الأضحية أصلا سنة ولا واجب؟ اختلف العلماء، ودي حتة مهمة لازم الناس تاخد بالها منها. إن يا جماعة الخير الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والإمام الليث والأوزاعي قالوا بوجوب الأضحية على المقتدر الموسر، اللي يقدر ومتيسر حاله إنه هو يعمل ده، إنه يضحي. صحيح. أنت ليه بقى ما بتعملش الأضحية؟ يقول لك أصلا مش فاضي خلاص. لكن الغير قادر هو مش مكلف، غير مكلف. ولذلك قالوا على قول الأحناف وكمان على قول الجمهور إن هي سنة مستحبة، سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا دايما بنخاطب الناس أهل الفضل، يا جماعة الخير افعلوا الخيرات، لأن ده في أجور عظيمة جدا في مسألة الأضحية، فيها إطعام الطعام صحيح، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فما بالك انك تضحي. طب أنا مش عارف أضحي، وكل غيرك انه يضحي، ما فيش أي مشكلة. طب هنا في سؤال تاني، أنا مش قادر على السهم بتاع الأضحية. هقول لك جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا عندهم سهم الإطعام، إن أنت ممكن تعمل صك الإطعام لحم عادي خالص مش أضحية، وبتاخد الثواب من ثواب الأضحية. لكن أنت بتاخد ثواب الإطعام نفسه طبعا. وده موجود، فشارك ولو بالقسط. وفي كمان بالقسط، وفي كمان عندهم بالقسط إلى غير ذلك. والسادة المشاهدين ممكن يتواصلوا مع الجمعية من خلال الرقم، وتختاروا اللي انتوا عايزينه واللي يكون حسب ظروفكم. ربنا يتقبل يا رب من الكل. نورتني يا فضيلة، أكرمكم الله يا فندم. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم يوم الجمعة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي
توكلت عليك في كل أحوالي. أنا